فالفرج لا يأتي من أي دولة عربية، إنما الفرج سيأتي من عند الله عز وجل. الفرج سيأتي من عند الله عز وجل، إحنا خزناهم ولكن الله لا يخذلهم، والله سبحانه وتعالى سينصره، الله سبحانه وتعالى يمحص فينا. ده اختبار وبلاء لنا إحنا مش ليهم، هم فازوا، أما إحنا اللي تورطنا وخزناهم، إحنا سقطنا في الامتحان ده عند ربنا سبحانه وتعالى، وهم اللي نجوا. حدني نحو القدس مشتاق إليها، حيث مسرى سيدي خير الوجود، وأنا يوما تسلمت مفاتيح المدينة، عندما كنا جنود، عندما كنا أسود، فأجاب بدموع همرت فوق الخدود، قال يا مولاي تحكمها اليهود،